مرحبا مشاهدي الكرام على قناتكم ديما الجديد إلى هذا الفيديو. سجل النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هدفا عالميا في شباك دورتموند خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء برسم تصفيات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، وأحرز الدولي المغربي الهدف الثاني للفريق الباريسي بعدما تلاعب بدفاع دورتموند في لقطة أثارت إعجاب جميع الجماهير التي حلت بكثرة لمشاهدة عملاق فرنسا من مدرجات ملعب حديقة الأمراء. وبدأ باريس سان جيرمان مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوزه على دورتموند بهدفين نظيفين. يشار إلى أن كليان مبابي فتح التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 49 من ركلة جزاء قبل أن يضيف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 58، وانتهت المواجهة بفوز أبناء لويس إنزيغي أداء ونتيجة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هدف أشرف حكيمي الرائع مشيدين بطريقة احتفاله غير المبالغ فيها تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز، وأيضا احترامه لجماهير فريقه السابق دورتموند. هذا كل ما في الفيديو، ونتمنى مسيرة موفقة للاعب المغربي أشرف حكيمي في مسيرته الكروية. دمتم بخير وإلى اللقاء، وسأترككم مع مقتطف من الفيديوهات. عيشي عيشي يا بلادي عيشي.